الأخت أم رام تقول هل للمرأة أن تأخذ مانع الدورة للعمرة أو الصيام، وما الراجح من أقوال العلماء في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان الحبوب الدورة لا تؤثر على صحتها ولا تترك أثرا سيئا على صحتها، لا مانع من ذلك. ولكن كونها تشاور الطبيب وتراجع الطبيب في ذلك يكون هذا أحسن.